يقول إذا صليت في أي مسجد في مكة أو صليت في بيتي هل أنال أجر المضاعفة إلى 100,000 في مكة؟ نعم، الحرم كله ما كان داخل الأميال كله محل للمضاعفة، بألف صلاة في المسجد النبوي عن 1,000 صلاة، وصلاة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة. والمسجد الحرام يشمل كل الحرم، كل ما كان داخل الأميال، ولكن إذا قربت من الكعبة وصليت في المسجد اللي فيه الكعبة هذا أفضل بلا شك.